مساء الخير. الطلاب الأكاديمية حركتهم ما بتوقف، كلهم حياة ونشاط واندفاع حتى يوصلوا لحلمهم. صرنا بنص المشوار وكل أسبوع طالب بغدرنا، والأيام صارت تمين كتير لأنه كل يوم جديد بالأكاديمية هو فرصة جديدة للربح. الليلة جولة على أخبار الطلاب ومنبديها من رجعتهم على الأكاديمية بعد البرايم. أكاديمية وير باك. شيز باك. ميرسي. نقول لكم شحال كنبغيكم، كنحماق عليكم، كنتسطع عليكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وما عمري غادي نخيب ظنكم. نتوما حياتي كلها. بليز صناع ما عرفتش حستحملك ازاي. كندير التوب 1 المغاربه كاملين وكاع الشعب العربي وكاع الشعب الخليجي وكاع وكل شيء. وكندير الام ديالي، كنبغيك الوالده. ان شاء الله نكون شرفتك ان شاء الله. يا اباري يا اباري. انت نسيتي باين و نسيتنا الشازه طلعت اوت اوف تيون، نسيت الكوريوغرافي. لا بلا كل ده في الطابلو بتاعك. كل ده في الطابلو بتاعك. جبتيش طلعت يا حبيبتي. لا اتس اوكي. كنت شغال الاغنيه قبل باك وخلاص. كنا شغال الاغنيه بجد. يعني واضح قوي الموضوع، واضح قوي اللي عملته. شو خلاص خلاص. لا لا ما كتير يعني اللي هي نشيزت او طلعت اوت اوف تيون والكلام ده واضح. ما فيش اوت اوف تيون ابدا. كان صوتك منخفض ابدا. يعني ما كنا بنسمع. لا 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 يا انيس يا انيس. لا لا ثانك يو. انت البنت اللبنانية الوحيدة دلوقتي اللي هتتحط في عينينا. شاطر؟ كبرت نفسك ها؟ مفيش. انت زعلانة ليه؟ انت شانتال هتوحشني بجد بجد. مش متخيلة. زرع السلام. علوش انا شانتال موصياني عليك. انا معاك بدل شانتال. يا الله الحمد لله شكرا. واو انا لازم اشتغل على السلاله والله العظيم. لازم اقف في الموقف ده مع مدمر فهم الابواب. شو بك انت؟ روح لهونيك حتعرف الموضوع خيي، حتشتغلوا على رواق. بس اترك له ساعة وقت بس اعمل له وتعرف. ما انت خلص ما تحط شيء براسك، روح انبسط، ما تحط شيء باي شيء براسك. اوعى ما تنامي اهبل. سمعتني؟ إيه؟ سمعتني انا كمان؟ بترجع يوم الايفال والله العظيم مفخوط. وقت رجعت انا نهار الايفال كثير تعبان مش نايم. قد ما فيك جرب نام. مش ما تنبسط يعني انبسط بس وقت اللي بيصير لك تنام نام. وما تصرخ عشان يروح صوتك. هالاسبوع ودعنا شانتال من لبنان من بعد ما كانت بدائرة الخطر هي ودينا وحنان. شانتال رجعت على الأكاديمية، ودعت أصدقائها وتركت لهم رسالة. Guys. شانتي يا معذب. وينهم كلهم؟ عذبتني. Guys شانتال شانتال. مبروك حلال. كنت بجيب في سيرتك حالا. يا عمري. مبروك مبروك عليكم. مبروك حبيبي. وحشني قوي. ابونا مش عم تنزعجي معنا صوتي. شنتو انت؟ قولي هيك. يا قبرني جميل. رح اشتقلك صوتي. حبيبي ما تبكي. بدي اقول لكم انا كثير بحبكم، عن جد ما رح انساكم. انتوا مش بس رفقاتي، انتوا عائلتي. عشت معكم احلى لحظات. حرجع اشوفكم اكيد. رح اتواصل معكم، رح ازوركم كل واحد ببلده حتى بعد فتره. دينا انت كنت مش بس اخت لالي، ام واخت وكل شيء. عباس انت كنت الخيي بالاكاديميه. مروان ورافائيل كنت حس انه في حدا، اذا حدا ضايقني في حدا يدافع عني. انا حس انه في سند لالي هون. بابل انت اخت الزغطوره. حنون
هانية ستيل بحبكم عن جد. ما راح انسى. ضلي فعالة. ما راح انسى اكيد اللحظات اللي ضحكنا فيها، اللي طلعنا فيها نوميني مع بعض. ما راح انسى ابدا ولا شيء ضحكنا فيه مع بعض. يا حرام فعلت دخل هالدموع. انا انت الطفل البريء من جوا. انا لما اقول لك طفل مش يعني انه انت زغطور، لا من جوا عن جد عندك قلب قلب بيبي. بحسك من جوا كثير كثير بريء. انا مش ولد الطفل. هيدي حبيبي لما اطلع بعيونك عن جد بحس انه كل شيء فيه صفاء بالعالم موجود فيك. يعني هيك طيبه من جوا كثير صافيه. انيس كثير بحب شخصيتك كثير 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 مش شوي. بتقدر العالم لما يوقفوا معك وبترد لهم الجميل وانت عن جد وقفت معي. وبليز جايز ما بعاتبكم. حبيبي علي انت اكثر شخص كلهم كانوا قريبين مني بس انت اكثر شخص وقفت حدي. انا عن جد بدي اشكرك على كل لحظه وقفت فيها حدي، لما اكون متضايقه ولما اكون مبسوطه لما جن لما بكل الحالات كنت دائما حدي. عن جد بدي اشكرك من كل قلبي. بدي على فكره انت غنيتي حلو، انت ما طلعتي اوت اوف تون ما تنشزتي ولا اي حاجه. غنيتي صح. اكثر شخص رح اشتاق له هو علي لانه كثير ترك هيك اشياء حلوه. وقف حدي بكثير مرات. واكثر بنت رح اشتاق لها هي دينا. دينا أكثر شخص ضحكت معه بالأكاديمية، أكثر شخص حسيت شخصيته هيك شخصيتها قريبة على شخصيتي. يعني ضحك لعب ما عندنا مشكلة، يعني على طبيعتنا دائما بكل شيء عفويين هيك. لهيك هن أكثر شخصين هيك أثروا فيي. أنا كلهم بحبهم بس هن أكثر شخصين أثروا فيي بالأكاديمية. أجمل لحظة عشتها بالأكاديمية، كل لحظة كانت أجمل لحظة بالنسبة لي. يعني حتى الأوقات اللي بتزعل هلأ بالنسبة لي هي أوقات حلوة، أوقات اللي كنت مبسوطة فيها مع أصحابي. كل تكة كل ثانية هي أجمل لحظة عشتها بحياتي عن جد. كل تكة عشت فيها مع أصحابي هي أحلى شيء صار بحياتي. أحلى إيفال هو لما غنيت أنا ورافائيل ومروان. عن جد استمتعت فيه كثير. يعني ما حسيت إنه أنا فايتة على إيفال، حسيت إنه عن جد نحن بضيعة وقاعدين عم نعمل هيك أخبار. عم نتسلى ونضحك وننبسط. الكاركتير اللي عملناه كان بنفس الوقت يعني عم نضحك وهيك وناسين انه نحن بايفال. يعني عم نعيش شيء كثير حلو، عم نتسلى مش انه نحن ايفال وفي تحدي وفي منافسه وفي شيء. المكان المفضل اللي كنت احب اقعد فيه هو هون. كنت احس انه في رواق وهون كنت احكي مع اهلي لما اشتاق لهم. وهون كنت اجي ابكي يعني هيك يعني اقعد شوي مع حالي. هون المحل الوحيد اللي كنت اقدر اقعد فيه محل مع حالي. وهون كنا نقعد انا والاشخاص اللي طالعين نومينيه مع بعضنا نواسي بعض نضحك مع بعض. هيدا الاوضه كثير بحبها. اكشن منك ما بزعل. احلى صف كان صف مدام بيتي لانه طلعت اشياء من حالي انا ما كنت متوقعتها فيي. يعني اكتشفت موهبه جديده فيي اللي هي المسرح. علمتني كثير مدام بيتي عن جد وبشكرها من كل قلبي انه قدرت تطلع مني هالاشياء اللي انا عن جد ما كنت بتوقعها ابدا انه انا اقدر اعمل هيك. كسرت هالحجز الخجل اللي فيي. علمتني كيف اتعاطى مع الغنيه مع كلماتها. علمتني كيف اتحكم بمشاعري. بدي اقول لها ميرسي كثير عن جد. حتى انا ما بعرف شو بعمل بالك بالاكاديمية والله العظيم. شو؟ ما بقدر كيف بالك بالاكاديمية. بدي اقول لرافائيل انه انا كان بدي يوقف حدي وقت طلعت نوميني اخر مرة. حسيته بعيد شوي عني.
يا ريت لو وقف حدا مثل انه مثل علي مثل كثير اشخاص كانوا حدي، لانه انا دجا كنت اعتبره سندي هون، بعدني بعتبره سندي وهلا ضل عم يقف حدي، بس بهاللحظه كنت حابه يوقف حدي اكثر. هيدا احلى تجربه بعيشها بحياتي، تعرفت على كثير اشخاص هون حبيتهم من قلبي، عن جد من قلبي. حسيت انه الكل هون عائلتي. اكيد بتمنى اني ضل، بس مش لانه انه منافسه والاخبار، لا، حابه يمكن ضل كمال اصحابي، انه حابه ضل عم عيش معهم، حابه ضل عم بضحك معهم، العب معهم، اتسلى معهم، نرجع صغار نكبر، ما بعرف، هيك لحظات كثير حلوه، ما بحب هيك تروح بسهوله مني. يلا شانتي، بحبكم كثير. شانتي بريك صغير مشاهدينا، ومنتابع نحن وياكم حلقة الليلة. رحيل شانتال خلى أجواء الزعل والحزن تخيم على الأكاديمية، الكل زعلان على رحيل صديقتهم. تعرف شو المشكلة؟ إنه كل شيء سويته هنا لازم شنطات تكون معي. كل شيء سويته؟ كل شيء أسويه لازم شنطات تكون معي. بس فقعد إنه بالنسبة لي شيء كبير بالنسبة لشانتي. بس يلا شوف، أنا عارف إن هذه اللعبة ولا هذه القوانين، بس كان لازم أي يوم كده، سواء أنت أو هي، فاهم؟ يعني كان لازم، أنا عارف، كان لازم هي اليوم. أنا عارف يعني إنه كده لازم يجي يوم، بس إنه في لحظة تحس لا شعوريا، فاهم كده، من غير قصد يعني. أيوة، لا لا، ما حقك يعني، أقول لك من غير قصد يعني كده، إنه بيجيك أشياء إحنا كلنا معك يا علوج. لا، المسألة مو الفكرة، مو فكرة كده، إنه فكرة يعني شانتال كثير وقفت معي كثير يعني هنا في الباكستيج كثير، يعني كانت بتسوي أشياء يعني بس عشان أكون مبسوط، يعني حتى لو شافتني متضايق وهي متضايقة تكون مبسوط عشان، فاهم يعني؟ يعني عسل من جد، طيبة لآخر شيء في الحياة. إيهاب ورافائيل كان عندهم فرحتهم الخاصة لأنه رح تجمعهم رحلة سوا على الأردن، فحضروا حالهم للانطلاق بهالمغامرة. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching. Have eyes deep. As the credits all roll down and crying, crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While we'll did roses fill the stage and the thrill is gone. طلع نق جماعي. ارتاح من معك اليوم، شكرا. نق جماعي.
عينك زي ما رايحين للحرب. بريك صغير ومنتابع اخبار الطلاب، خليكن معنا. المنافسة عم تشتد ولابد من أنه الكل يشعر بالطاقة والحيوية، فما في إلا مارسيلينو يرجع الحماس للطلاب بصف الرياضة. Good morning. صحتين. أول مرة رح نحضر برايم صح؟ إيه مش أول مرة. هل 15 صاروا. أهلاً. رحنا على 8 برايمات. نادي لليوم. جايبينكم غراض جديد. جايبينكم غراض جديد. خبروني. كيفك؟ تعال نشوفهم. جود وأنت؟ سعوديات يعني. طيب. ثانك يو. بدي ميرسي احلى كنترول على الدمبلز كثير حلوين. اوكي هدول 300 تقل مثل بعضهم، 300 دمبل مثل بعضهم. هي المطلوب عشان ايه انا طلبتهم. لا لا انا فكرت اوزان لانه اليوم لا لا شو هدول هلا بتشوف شو بدنا نعمله كل يوم له. يعطيكم العافية جايز. We'll see you tomorrow. Thank you Marcelino. مدام ميري زارت الأكاديمية لتقدم للطلاب حصة جديدة للغناء، ومثل العادة الحصة ما بتخلى من المواقف الحلوة. صباح الخير. صباح الخير يا أحلى مدام. مبسوطة بونجورك بونجور. كيفك مدام؟ كيفكم؟ تي با بيان؟ شكرا لعباس. اشتقت لكم. نحن كمان. وإحنا كمان. كيفك اليوم؟ كيفك؟ مرة قبل ما غني حروح لا يعني قبل هلا انا رح احكي معكم مطولة لانه اليوم لهالاشياء بدنا نحكي لهايدي. يلا هايدي. ري مي فا صول لا صوت صدر. رح اقسمهم تفسركم شو صار مع امبارح. ابدا ما بتزعلي كثير منيحة. لا هلا الميزو سوبرانو لما بكون صوتها حامي توصل لهون تنو ما في مشكلة. لا للسول. بعدين ليجاتو بعدين ستاكاتو. السي. هلا شو صار معها هي؟ هي حاليا ما بتقدر تطلع على السول تنو. ما بتقدر او ليجاتو لانه صوتها هلا تبلش يجي لقدام من هون وما فوق. ايه اما لا
هون ماشي حالك، هون بعد ما ماشي حالك، عم نشتغل عليه تا توصلي. فهمتي بنتي؟ هلا لانها كانت الطبقه عاديه وعم بتفكري كيف بدك تجيبي النوطه لقدام لانها عاليه، ما عدت فكرتي بالاداء كيف بدي اجيب تمي لقدام. عايزه امسك النوطه وما بتنلامي. انا عم بقول لك ما بتنلامي. فهمتي؟ مره ثانيه بتقولي انا هاي عاليه علي. انا قلت عاليه علي ونزلتها نص تون. ما من نص تون، كان بدك ان تون ادمي بدك تنزلي. واحد ونص. لانه شو بصير؟ لما بتكون عالية كتير ما بيعود يرن الصوت لأنه مش طبقتها، بتصير تجي فاضية، بتصير انت ما بتعودي تنبسطي انت عم بتغني، ما بيعود يوصل الإحساس لإلنا. ما عليه، هاي غلطة كتير مهمة تتعلموا انتو كلكم، انه هيك لوقت واحد ما تتخطوا طبقة صوتكم. هلأ باليوم عنا شغل، بدنا نشتغل بالكونكوني، بدنا نعمل اشياء هلا جماعيه وبدنا نعمل املة موسيقيه. اللي بدك تعمليها. انا ما عنديش وصله. انت ما عندك وصله؟ معقول كونكوني ما كتب لك اياها؟ معقول كونكوني ما كتب لك اياها؟ لا تعرف ولا ايش على الوصله. كوارث. يلا بريك ومن بعدها منتابع يوميات ستار اكاديمي. مديرة الأكاديمية كلوديا مارشاليان وصلت مثل عادتها على الأكاديمية لتقدم للطلاب موضوع الامتحان الأسبوعي. شو فلفل مجنون؟ أنا مجنون؟ إيه. إيه فلفل مع الأردن. البحر الميت. صرتوا قليل. تسمع دليلك هلا هي؟ إجت. شو؟ إجت. يا هلا. إيه يا هلا طلوا. اللحظة بعدك مصيف والحرارة 9. كيفك ستنا؟ أهلا ليحة؟ بنحب تجلسي مدام. أهلا كيفكم؟ تفضلي مدام. يلا تفضل. شو؟ قليتوا قلينا صرنا قليل خصوصي إذا مسافر اثنين. يا لطيف يا لطيف يعطيك العافية. تعال نحكي بالإقبال اللي جاية. الإيفال اللي جاية. يلا. الإيفال اللي جاية أنا بيعني لي ومفروض يعني لكم. كمان رح نكون كل شخص لحاله. هالمرة حاعطيكم 3 دقايق. كان حلو الدقيقتين، ضبطتوا حالكم مزبوط وشفتوا قد فيكم تعطوا بالدقيقتين، تعطوا منيح. هالمرة 3 دقايق لأن بدي منكم تحكوا شوي بالأول عن شغلة. شوفوا أنا شو حابة. حابة كل واحد منكم يختار شخصية فيها تكون كاتب، ممثل، ممثلة، مطرب، مطربة، ملحن، شو ما كان، شخصية فنية مهمة مرقت بهالدنيا. يحكي هالشخصية شو تركت له، شو أثرت فيه. وبرأيه إذا هالشخصية اليوم هي موجودة شو كانت بتحس
وشو كان بيعجبها؟ يمكن غنية. اشخاص ميتوا يعني بتغني لها الغنيه؟ بنغني لها الغنيه، بنغني له هالغنيه، بس يعني الفكره انه اذا حدا بعيد كثير وراح هيك بحسه انا بكون احلى منكم انتم هاللفته يعني لحدا راح. بدي معي سيلفي مثل شو اسطوره تعي ناخذ سيلفي معك كمان. تفضل مدام كلاودي من هون، من هون تفضل. بس بده يصير اسطوره. فينا ناخذ سيلفي؟ بده يصير اسطوره. سيلفي اكيد. لا مين الاسطوره؟ كلنا اساطير مسلسل. يلا مين الاسطوره؟ بدي كلكم اساطير. لا انت. اي غلطه بيقوموا فيها الطلاب صارت بتنحسب عليهم. كرمال هيك لازم يكونوا جاهزين للغناء بشكل جيد. ليزلي عقل زارتهم لتقدم لهم حصة جديدة وتقنيات جديدة. بونجور. يلا. بونجور. هاي. سافا؟ سافا؟ وي. سافا؟ بونجور. سافا؟ وي. اوكي اللي رح نعمله هلا رح نسمع رح نشتغل على الفينال تبع الميوزيكال. اوكي راح نسمع الميوزيك، راح اعطيكم الليركس. اوكي هو بالانجلش، اللي ما بيقدر انا بساعده، واللي ما بيقدر يحفظ الانجلش بيحفظ اللحن. اوكي وبعدين عم نشتغل على الكلام على الانجلش. هلا ما راح نقدر نخلصها كلها اليوم لانه اول شيء بدنا البقوه اللي مسافرين، وثاني شيء لانه فيها كثير هارموني وكثير فوايات. راح نعمل نحن بس اللحن الاساسي بلا الهارمونيز. اوكي اوكي هلا بدنا نعمل الغنيه. نغنيها بدنا نحمي قبل ما نبلش نغنيها. رح نعملها على الم. اوكي هومينج. اوكي يا با دو ام. اول شيء بدك تعمله هلا بدك تشيل الام. رخيه. اوكي هنان. اوكي ليه اكثر بالاخر. اوكي اوكي مش كل نوت لحالها، اعتبروا انه كلهم صوت واحد ونوت وحده. اوكي وكلهم هون. يا ما في وراسي ما بيطلع. اوكي رح احط الغنيه تكون جربوا تغنوا معها. اوكي تكون جربوا تلحقوا. وين الليركس مولا؟ معهم مول معروف. يلا تقبري. اوكي وما تتحركوا، بدي منكم ما حدا بيلقي على الحيط. اه لانكم انتم كلكم كسولين وبدكم تتعودوا تاخذوا السوبر مزبوط انتم عم تغنوا. أوكي. والنفس مزبوط. رح تغنوا مع المزيك هلا. اوكي اوكي بنعيد. نفس بالاول. The people sing, singing a song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start and tomorrow comes. The people sing, singing a song of angry men. It is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start tomorrow comes. Okay. حلقتنا لليلة انتهت. مشاهدينا ما تنسوا تلاقوني بكرة بنفس المواعيد مع آخر أخبار الطلاب. باي باي.